أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف أو الأقلام، هي الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. اعترافات جمال الكربولي تطيح بثمانية مديرين عامين في وزارة الصناعة والمعارن، هذا في صحيفة المدى. أما في صحيفة العربي الجديد، تفاهمات إدارة أمنية مشتركة بين بغداد وأربيل تشمل الحدود مع سوريا. وفي الزمان، البرلمان يستبعد تمديد العام الدراسي ويوصي باعتماد درجات نصف السنة. في القدس العربي، 10 شهداء في اليوم العاشر من العدوان، ونتنياهو بعد مطالبات بايدن بالتهدئة، الحرب مستمرة. وفي الشرق الأوسط، قيادي في حماس يتوقع هدنة مع إسرائيل خلال يوم أو اثنين. وفي الاندبندنت، عربية، إسرائيل تستعد لأيام أخرى من القتال، وعباس يتهمها بارتكاب جرائم حرب. أخيرا في الاتحاد الإماراتي، اختتام الجولة الرابعة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا. كشفت صحيفة المدى عن معلومات تشير إلى تورط قيادي في إحدى الميليشيات الموالية لإيران بحادثة اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء. وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه بحسب تحقيقات أولية ظهر وجود متابعة دقيقة لتحركات الوزني قبل أيام من اغتياله، كما أعد مسرح الجريمة بشكل دقيق قبل تنفيذ الهجوم. وفق مصادر أمنية في كربلاء، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تورط فصيل مسلح لم يذكر اسمه تابع لطهران في عملية الاغتيال. وتشير المصادر إلى أن حادثة الاغتيال جرت أمام منزل قيادي كبير في إحدى الميليشيات، مبينة أن مقطع الفيديو الذي انتشر عن الحادث كان مسجلا من كاميرات المنزل. وأكدت المصادر إخراج أفراد الحماية الموجودة منذ سنوات في الشارع الذي يسكن فيه القيادي في إحدى الميليشيات قبل يوم واحد من الحادث. وتؤكد المصادر أيضا أن تلك الحمايات افتعلت مشكلة مع الوزني قرب داره قبل 3 أيام من الاغتيال وأخذت مسدسه المرخص. وتنقل الصحيفة عن الناشط ضياء الهندي قوله أن نحو 10 ناشطين في المدينة يتنقلون منذ نحو أسبوع بسبب تهم باطلة بمسؤوليتهم عن إحراق القنصلية الإيرانية، لكن الهندي يقول إنه لا يعرف هوية الجهات التي تلاحق الناشطين، مضيفا أنهم مسلحون ولكن يرتدون زيا مدنيا. وتشير الصحيفة إلى أن ناشطين في كربلاء انتقدوا تشكيل أكثر من لجنة تحقيق في قضية بقتل الناشط إيهاب الوزني، مشيرين إلى أن السلطات في العراق اعتادت حين تريد المماطلة في أي قضية أن تشكل لجانا للتحقيق. الصحيفة أشارت إلى أنه منذ حكومة عادل عبد المهدي التي أطاحت بها تظاهرات تشرين نهاية عام 2019، شكلت 11 لجنة للتحقيق بحوادث قتل جماعي للمتظاهرين، وأكثر من 20 أخرى مشتركة بين البرلمان والحكومة لعمليات اغتيالات فردية دون أن تظهر نتائج واضحة. قالت صحيفة ميدل إيست مونيتور إن القوى المدنية في العراق بدأت في طرح سيناريو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة، وذلك تعبيرا عن قناعة متنامية بعدم إمكانية تحقيق التغيير المنشود من خلال صناديق الاقتراع بفعل عدم توفر البيئة الانتخابية السليمة والآمنة من التزوير وتهديد السلاح المنفلت وتأثيرات المال المتوفر بكثرة لدى الأحزاب الكبيرة. الصحيفة أشارت إلى إعلان متظاهري محافظة كربلاء التي شهدت اغتيال الناشط إيهاب الوزني معارضتهم لإجراء الانتخابات المبكرة في 10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، مهددين بالعودة إلى الشارع مجددا إذا لم يكشف عن قتلة المحتجين. وذكرت الصحيفة أن السلطات العراقية تتجاهلت بيانا سابقا لأهالي المتظاهرين القتلى في كربلاء،
يطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإقالة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي إلى جانب قادة عمليات الجيش والشرطة في المحافظة. وأضافت الصحيفة أن متظاهري كربلاء وافقوا على تنفيذ رغبة الناشط إيهاب الوزني في القيام بمسيرة إلى بغداد في 25 من الشهر الجاري. وقالت الصحيفة أن المتظاهرين أعلنوا معارضتهم السلطة الظالمة ومعارضتهم الانتخابات، وأنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات، والسلاح في كل مكان ووسط الاغتيالات المستمرة. وذكرت الصحيفة أن الأرقام الحكومية تؤكد قتل 565 متظاهراً في أثناء الاحتجاجات، منهم عشرات الناشطين الذين اغتالهم مسلحون مجهولون. وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، ولكن لم يقدم الجناة إلى العدالة حتى الآن. الصحيفة تقول إن المحتجين في كربلاء يحذرون من أن انسداد أفق التغيير عبر صناديق الاقتراع لا يترك خياراً أمام مجاميع الشباب الغاضب سوى العودة إلى الشارع، الأمر الذي سيجعل نظام القائم في ورطة حقيقية، لأنه سيكون قد فقد آخر فرصة لإنقاذ نفسه من الانهيار، متمثلة في الانتخابات التي طالب بها المحتجون ووافقوا على إجرائها شرط ضمان نزاهتها وشفافيتها. عدو الانتخابات الأول الاغتيالات والاستقواء بالسلاح، وفي حال كشر هذا العدو عن أنيابه في العراق أكثر مما فعل في الشهور الأخيرة الماضية، فلا قيمة للانتخابات حينها إذا جرت أو لم تجري، بل إن تأجيلها هو الأنسب من إقامتها على جثث ضحايا ورشقات رصاص أو فحيح كواتم. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إنه لا شيء مقدس أكثر من دماء العراقيين، وهذه هي الحقيقة التي تسطع لتغطي على أي ممارسة سياسية مهما كانت أهدافها نبيلة وغاياتها إيجابية. نكاد نطوي سنتين من المداولات والمزايدات والمهاترات حول شأن الانتخابات المنتظرة، وقد أسفرت عن القوائم التي تنتظر الخوض في غمارها بالرغم من عدم وجود علامات أولية تدل على إمكانية حدوث تغييرات جوهرية تتناسب مع كمية الدم المسفوح على أيدي الظلاميين، لكنها تبقى الخيار الوحيد المتاح لحماية آخر خط من الدفاع عن السلم الاجتماعي بعد أن أخفقت جميع حلقات تكوين العملية السياسية منذ العام 2003 في إنتاج مضادات الانهيارات ومساعدات التفاهمات السياسية اليسيرة المراعية للمصالح العليا النابدة للأوهام التي تعشعش في رؤوس لا تنتمي إلى روح البلد ومعاناته وطموحات شعبه. وقبل ذلك لا تمت بصلة إلى أنين الناس في معاناتهم الطويلة التي يكاد المرء لا يرى لها نهاية، لولا ذلك الأمل المعلق بحقيقة أن الطفيليات لها دواء مضاد ناجع مهما انتشرت واستقوت على الصحيح الباقي من جسم البلد. غير أن هذا الخط الدفاعي عن السلم الاجتماعي يجب أن يتوافر على عناصر وجود سليمة وصحيحة، وإلا كان هو نفسه سبباً في الفوضى. ويختتم الكاتب بالقول إن كل شيء وأي إجراء يسير باتجاه هذه الانتخابات المبكرة الموعودة، لكن هناك من الشواخص والدلالات الأبرز والأقوى ما يجعل المرء لا يرى حرمة لوجود شيء مهما تمسكنا به أمام حرمة الدم العراقي. بعد الغزو الأمريكي للعراق ودخول الميليشيات من إيران، تعرض الفلسطينيون في العراق إلى أسوأ أنواع القهر والاضطهاد والظلم، إما بقوانين الحكومة وإجراءاتها التعسفية أو بممارسات الميليشيات التي اعتبرت المعاملة التفضيلية التي تلقوها في أيام صدام حسين دليلاً على كونهم صداميين. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الغريب والعجيب
هو أن قتلة الفلسطينيين بالأمس يبالغون اليوم في البكاء على فلسطين ويطالبون بالنفير العام لتحرير الأرض السليبة، وهم كاذبون ومنافقون. حين حدث الغزو الأمريكي ودخلت الميليشيات قادمة من إيران، بدأ الفلسطينيون في العراق يتعرضون لأسوأ أنواع القهر والاضطهاد والظلم والترويع، إما بقوانين الحكومة وإجراءاتها التعسفية، وإما بممارسات الجماعات الشيعية التي عدت المعاملة التضليلية التي تلقوها في أيام صدام دليلاً على كونهم صداميين. فقتل منهم من قتل واعتقل من اعتقل. إن قضايا الشعوب لا تتجزأ، فلا يمكن لمن يمارس التهجير والتدمير ضد شعب هنا أن يكون صادقاً في دفاعه عن حقوق شعب آخر هناك. والذي فعلته ميليشيات إيران بالفلسطينيين أمس لا يمكن أن يجعل المواطن الفلسطيني قبل غيره يصدق أنها لن تفعل به الشيء نفسه. نعم، لا يوجد عراقي واحد شريف وأصيل يعترض على وضع جميع الطاقات والإمكانات العراقية للدفاع عن الحق الفلسطيني المغتصب في مواجهة سلافة المستوطنين الذين لا يتوقفون عن استفزاز المواطن الفلسطيني ومحاصرته وابتزازه وإجباره على ترك منزله بالقوة. ولكن هل يمكن اعتبار الهتافات وإحراق الأعلام الإسرائيلية وشتم الحكومات العربية المتخاذلة المخاصمة للنظام الإيراني دليلاً على صدق الميليشيات الوقحة في نصرة غزة والقدس وفلسطين؟ فالإرهابي هنا لا يمكن أن يكون عدواً حقيقياً لإرهابي آخر هناك. الكاتب يرى أن الميليشيات الموالية لإيران التي قتلت الفلسطينيين في العراق لا تصلح لنجدة مقتول في فلسطين ولا تصلح لمقاتلة القاتل نتنياهو. في صحيفة الدستور الأردنية يرى رشيد حسن أن من أهم نتائج معركة سيف القدس حتى الآن هي عودة القضية الفلسطينية إلى الصدارة كقضية تحرر وطني بعد أن تراجعت إلى ذيل الاهتمامات العربية والدولية بفعل كارثة أوسلو واتفاقيات الصلح ولعنة التطبيع والتفريط. معركة القدس وبسيوفها الثلاثة، ثورة المرابطين في القدس والأقصى والشيخ جراح وثورة الجليل واللد وصواريخ المقاومة التي غطت كل فلسطين من البحر إلى النهر وأجبرت الأفاعي الصهيونية على الهروب إلى أوكارها، هذه المعركة المجيدة قلبت الموازين وفاجأت العدو بقدرة المقاومة على تطويل صواريخها وجاهزيتها، كما فاجأت ثورة القدس وثورة الجليل واللد العدو وأرسلت له رسالة واضحة بلغة واضحة: نحن لم ننسى وأيدينا على الزناد وننتظر ساعة الخلاص ونسأل: ألا تستحق هذه المعركة الفاصلة التي قلبت كل الموازين وخلقت واقعا جديدا؟ ألا تستحق قيادة جديدة ونهجا جديدا واستراتيجية جديدة تليق بهذا الشعب العظيم وثورته المجيدة، قادرة على تجسيد طموحاته وأحلامه وقادرة على انتشاله من مستنقع أوسلو، من نهج التفريط والمساومة والتنازل عن 78% من أرضه التاريخية ومن أوهام السلام مع الصهاينة المعتدين الذين أقاموا كيانهم الغاصب على جثث شعبنا وحكموا عليه بالنفي الأبدي وبالعذاب الأبدي والتشريد الأبدي. لقد أسقطت ثورة القدس وغزة واللد وإلى الأبد الحلول الجزئية والحلول التصفوية ومنطقة التنازل والاستسلام للواقع، ومرغت أوراق أوسلو والاعتراف بدولة الاحتلال برمال غزة وبدماء أطفال شجاعية والرمال والشاطئ وخان يونس والبريج. الكاتب يقول إن الفلسطينيين بحاجة إلى قيادة تترجم كل ذلك وتوظف انتصار الشعب الفلسطيني في برنامج وطني ينهي وإلى الأبد دولة الاحتلال ويقيم دولة فلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية، قيادة لا تضيع دماء الأطفال بالعودة إلى مسار التفاوض والاستسلام للعدو الصهيوني.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الإسرائيلي نجح أخيرا في تدمير مركز إعلامي يزود العالم الخارجي بروايات مروعة عن قصف أهداف في غزة، فقبل 39 عاما أراد تفجير فندق الكومودور في وسط بيروت والذي كان يضم أكثر من 100 مراسل غربي، لكن تم منعه بفضل تدخل الرئيس رونالد ريغان. وأضافت الصحيفة أن التشابه بين التكتيكات الإسرائيلية لإسكات التغطية الإعلامية الدولية لسلوكها المثير للجدل آنذاك والآن هو أمر ملفت للنظر. الكاتب أضاف أنه في 15 من شهر آيار قصفت الطائرات الإسرائيلية مبنىً من 12 طابقاً في غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد بريس وقناة الجزيرة وعدد من الصحفيين المستقلين. وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن المبنى ليس برجاً إعلامياً ولا مركزاً إعلامياً ويضم أصولاً للاستخبارات التابعة لحماس. وردت وكالة أسوشيت بريس بأن مراسليها ومصوريها وغيرهم من العاملين هناك على مدار 15 عاماً الماضية لم يروا أبداً ما يشير إلى وجود مثل هذه الأصول، وطالبت الجيش الإسرائيلي بتقديم الأدلة وهو ما لم يفعله حتى الآن. وشدد على أن أحد أكبر الاختلافات في التكتيك الإسرائيلي بين هذه المرة وتلك المرة هو أن الجيش الإسرائيلي لم يمنح مراسلي أسوشيت بريس الوقت لتحريك مكتبهم الرئيس في نيويورك قبل أن يسحق مكاتبهم في غزة. كان لدينا عدة أيام لدرء التهديد في بيروت، بينما كان لدى الأسوشيت بريس ساعة واحدة لإخلاء مقرها. وكان الاختلاف الآخر هو أن جميع الصحف ومحطات التلفزيون الأمريكي كانت تعيش في فندق كومودور وتعمل فيه، ولم نكن نعتقد أن شارون سيجرؤ على المخاطرة برد الفعل العكسي الأمريكي الذي قد يثيره تدمير الفندق. في المقابل كانت وكالة الأنباء الأمريكية الوحيدة المعرضة للخطر هذه المرة هي أسوشيتد بريس. وتختتم الصحيفة بالقول إن الجيش الإسرائيلي حقق هدفا حاسما، كما قال رئيس وكالة أسوشيتد بريس والرئيس التنفيذي غاري برويت، وهو أن العالم لم يعرف سوى القليل عما يحدث في غزة. أطلقت عائلة فلسطينية اسم سيف القدس على مولودهم الجديد تيمناً باسم المعركة التي تديرها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. نشر حساب مستشفى الكويت التخصصي في رفح عبر الفيسبوك صوراً لشهادة ميلاد الطفل المولود والذي اختير له اسم سيف القدس تيمناً باسم المعركة التي تديرها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. تفاعل ناشطون ومغردون عبر حساباتهم مع إطلاق العائلة اسم سيف القدس على مولودهم الجديد، حيث كتب أحد المغردين في رفح: يسمى مولود باسم عملية المقاومة المستمرة سيف القدس، أسماؤنا مقاومة وتاريخنا مقاومة. قالت مغردة أخرى: برغم الأهوال والقتل والتشريد، لكن الشعب الفلسطيني توحد مع المقاومة في صورة أذهلت العالم. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم.
وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.